محمد صلاح وفريال أشرف يخسران جائزة جوي السعودية. تشيلسي يخطط للتعاقد مع محمد صلاح هذا الصيف. السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب محمد صلاح ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المحبين للنجم المصري. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. لا يليق بالقائد حسام حسن يهاجم محمد صلاح بقوة بعد تصرف الملك بمباراة كوت ديفوار. انهال حسام حسن أسطورة الكرة المصرية والمدير الفني لنادي الاتحاد السكندرية بالهجوم على الفرعون المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر، في إشارة إلى أن ما فعله نجم ليفربول لا يليق بقائد الفراعنة. وقال حسام حسن خلال تصريحاته عبر فضائية MBC مصر: جماهير مصر كانت غاضبة من أداء المنتخب في الثلاث مباريات الأولى، ويجب على محمد صلاح أن يتقبل كلام الجماهير، فهو يتقبل ذلك في ليفربول. وتابع حسام حسن في تصريحاته منتقدا ما قاله محمد صلاح في المؤتمر الصحفي قبل مباراة المنتخب ليفواري قائلا: كان يجب على محمد صلاح أن يقول أننا مخطئين وقدمنا أداء سلبيا في المباريات الماضية وأن الجماهير محقة وأننا سنثبت العكس. وأضاف: كان يجب على محمد صلاح أن يعطي الحق للجمهور أن يحزن. وفاز منتخب مصر على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب جابوما بالكاميرون ضمن منافسات دور 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية، ليتأهل الفراعنة لمواجهة منتخب المغرب في دور 8 ليضرب بذلك منتخب مصر موعدا ناريا مع منتخب المغرب الشقيق في دور 8. وكشف الإعلامي مدحت شلبي في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس عبر برنامج أون تايم أن قائد منتخب مصر محمد صلاح رفض بالنيابة عن كل زملائه في المنتخب الحصول على مكافآت استثنائية عقب إقصاء كوت ديفوار بدور 16. وأوضح مدحت شلبي أن نائب رئيس اتحاد الكرة المصرية دخل غرفة خلع الملابس للاعبين عقب مباراة المنتخب ليفواريا وأبلغ اللاعبين بأنه سيتم صرف مبلغ 500 دولار لكل لاعب أي ما يعادل 8000 جنيه مصري، وهو الأمر الذي رفضه جميع اللاعبين على لسان قائد المنتخب الذي يرى أن يتم الالتزام بلائحة المنتخب دون الحصول على مكافآت استثنائية مقابل الفوز لأنه واجب على جميع اللاعبين ما يتم تقديمه حاليا. وكان منتخب المغرب قد تغلب على منتخب ملاوي بهدفين لهدف لحساب منافسة دور 16 مساء الثلاثاء الماضي. تشيلسي يخطط للتعاقد مع محمد صلاح هذا الصيف. فجرت تقارير صحفية عالمية ليوم الخميس مفاجأة من العيان الثقيل بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي. وفجر موقع ترابل فوتبول مفاجأة مدوية حول رغبة نادي تشيلسي في استعادة خدمات نجمه السابق بعد تألقه مع ليفربول منذ انضمامه وفوزه بهداف الدوري الإنجليزي في أكثر من موسم. وأشار الموقع أن نادي تشيلسي يضع عدة خطط من أجل التعاقد مع محمد صلاح هذا الصيف في ظل اقتراب عقده مع ليفربول من الانتهاء. الصقر يؤيد محمد صلاح في تصريحاته الأخيرة. أيد أحمد حسن قائد المنتخب المصري السابق محمد صلاح جناح ليفربول بعد تصريحاته الأخيرة التي طالب خلالها بدعم الفراعنة وعدم تشجيع كل الجمهور للاعبي فريقه سواء الأهلي أو الزمالك. وقال أحمد حسن في تصريحات إذاعية: تصريحات محمد صلاح صائبة، يجب دعم المنتخب في كل التجمعات وأن نقف خلفه بعيدا عما يحدث من خلافات وتهريج وتطاول على اللاعبين بحسب قمصان الأندية عبر السوشيال ميديا. كروش يحتاج إلى تقسيم المباراة، وأنصح بمشاركة أيمن أشرف في خط الدفاع بجانب أحمد حجازي في ظل خبرة أشرف، بينما يتواجد أحمد أبو الفتوح في مركز الظهير الأيسر. وقال: أرى ضرورة مشاركة أحمد سيد زيزو في خط الوسط بجانب محمد النني وعمرو السرية، على أن يشارك محمد صلاح ومرموش ومصطفى محمد في الخط الأمامي، كما أتمنى أن يمنح الفرصة للاعب رمضان صبحي. واختتم: لا بديل عن بقاء كارلوس كروش في منصبه وعدم التفكير في رحيله، وذلك في ظل اقتراب موعد المواجهة الفاصل أمام السنغال في تصفية كأس العالم. هالاند يتجاهل محمد صلاح في اختياره للثلاثي الأفضل في العالم. صرح إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند بأن ليفاندوسكي نجم بايرن ميونخ هو حاليا أفضل لاعب في العالم من وجهة نظره. وحول اختياره لأفضل ثلاثة لاعبين في العالم، تجاهل هالاند محمد صلاح نجم هداف ليفربول الإنجليزية
والمنتخب المصري قائلا: أفضل 3 لاعبين في العالم، عليك أن تقول ليفاندوسكي هو رقم 1 ثم بالنسبة لي. وأضاف في تصريحات لسكاي سبورتس ألمانيا: بنزيما رائع، لكن ميسي رائع أيضا، لذلك يتشارك بنزيما وميسي بالمركزين 2 و3. وقال هاند حول الأشياء التي لا يزال بإمكاني تحسينها: أعتقد أنه يمكنني التحسن في كل شيء، أعتقد أنني أمتلك درجة جيدة، ولكن لا يزال بإمكاني تحسين ذلك بشكل كبير. يمكنني الحصول على الكرة بشكل أسرع، ويمكنني أن أصبح أقوى، وواصل. ولكن إذا اضطررت لاختيار شيء واحد، سيكون عدم التعرض للإصابة عندما أكون لائقا. يمكنني لعب المزيد من المباريات وتقديم أفضل أداء. وعن إصابتي بشكل عام، أفاد هاند: عدم القدرة على لعب أسوأ شعور بعد كل شيء، هذه هي وظيفتي. إذا كان بإمكاني تغيير شيء ما الآن، أود أن أبقى خالي من الإصابات، هذا هدفي لعام 2022، وبالنسبة لمهنتي هذا هو أهم شيء. وبشأن إصابته الحالية، استطرد النرويجي: يبدو الأمر جيدا، أتدرب جيدا مرة أخرى، سأعود قريبا. وحول تصريحاتي بشأن مستقبله مع الفريق وأنه يشعر بالضغط من جانب نادي دورتموند، اختتم: لا أريد أن أخوض في التفاصيل، شعرت حينها أن الوقت قد حان أقول شيء ما، كان الكثير من الآخرين يتحدثون، لذا حدث ما حدث، والآن لا أريد أن أقول أكثر من اللازم، ما قيل قيل ونمضي قدما. حسام حسن لمحمد صلاح: القيادة تحتاج رد فعل مختلف والصمت أفضل لك. علق حسام حسن لاعب منتخب مصر السابق والمدير الفني الحالي لفريق الاتحاد السكندرية على تصريحات محمد صلاح قائد الفريق القومي الحالي. وقال حسام حسن في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية MBC مصر: الجمهور والكامل تركيزه مع منتخب مصر، وطبيعي جدا عندما يكون الأداء سلبيا أن يشعر الجماهير بالاستياء. وأضاف: محمد صلاح لديه الكثير من الخبرات، وهو قابل ذلك في ليفربول. جماهير الريدز عندما لا يكون موفقا ولا يحرز أهدافا في مباراة أو اثنتين أو يقدم أداء سلبيا تنقلب عليك، لذلك هو لديه من الخبرات ما يؤهله لتحمل الضغوطات وأرداف. الجماهير كانت غاضبة من الأداء في 3 مباريات الأولى، ويجب أن يتقبل كلام الجماهير، هو يتقبل ذلك في ليفربول. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا، وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: هل سيتم تتويج جهود منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.